بسم الله، السلام عليكم، اهلا بكم في كورس الميديكال ايمجينج. احنا ان شاء الله هندخل في موضوع الفيتشر ريكوجنيشن والكلاسيفيكيشن. احنا خدنا مقدمه عن الفيتشر، عن الكلاسيفيكيشن وانواع الكلاسيفيكيشن، واتكلمنا برضو عن الفيتشر اكستراكشن والكلام ده. احنا قلنا عمليه التشخيص بتمر بالمراحل دي. أول حاجة الانبوت سورس، يعني الصورة في صورتها الأولية بتدخل عندي كانبوت، بعمل لها بري بروسيسنج حسب الحاجة. لو أنا مش محتاج بري بروسيسنج مش هعمل. بعد ما بعمل بري بروسيسنج بعمل سيجمنتيشن اند ليبلينج، وطبعا خدنا كل التكنيكس السيجمنتيشن وخدنا تكنيك الليبلينج. المرحلة الثالثة اللي احنا فيها دلوقتي، أو الخطوة اللي هي الحلقة اللي بعد كده، يعني بعد السيجمنتيشن والليبلنج، هي الايه الفيتشر اكستراكشن اللي ان شاء الله هنتكلم عنها النهارده. ودي الخطوه اللي تسبق عمليه الكلاسيفيكيشن. وعمليه الكلاسيفيكيشن هي الدايجنوسيس يعني، او التشخيص. وطبعا كلاسيفيكيشن او ريكوجنيشن، تمام. طيب الفيتشرز اللي عندي انا ليه باخد فيتشرز من الصوره؟ طب انا ممكن ادخل الصوره كلها على الكلاسيفاير. يعني انا عندي هذا ادي هنا مثلا الكلاسيفاير اللي هو بيشغل، اللي هو بيصنف، اللي احنا اتفقنا هو اللي بيصنف يعني، تمام. انا بيدخل له هنا انبوتس، هي داتا. ممكن ادخل الصوره كامله، الصوره كامله تدخل بالبيكسلز كلها، يبقى الفيتشرز اللي عندي هي كل البيكسلز، وهو بقى ايه يصنفها بقى، تمام، حسب الالجوريزمز بتاع التصنيف. هو بقى يقول مثلا الصوره دي صوره كذا، دي صوره شخص، دي صوره انسان، جماد، حيوان مثلا يعني، او لو كان بالنسبه للصوره الطبيه دي صوره ليفر. طب لو في كانسر ولا حاجه، هل مثلا هل الكانسر ده حميد خبيث وهكذا، دي صوره كانسر ولا مش كانسر اولا. والكانسر ده لو كان هو فعلا كانسر، ده حميد ولا خبيث ولا يعني نوع ايه، تمام. طب انا ليه مش بعمل كده؟ يعني غالبا لان طبعا الصوره بيقول لك ان حجم الصوره 256، لو عندي صوره 256 8 بت، 8 بت الدبث بتاعها 8 بت، يعني كل بيكسل شايله 8 بت. فاحتمال وجود فيتشرز عندي بيساوي الرقم ده، اللي هو برضه بيساوي الرقم ده. طب انا هدخل الكلام ده كله على المكنه، طبعا دي تقعد اسابيع وممكن شهور، لو كان طبعا لو كانت داتا هيوج كتير، لو داتا هيوج يعني، لو داتا كبيره جدا، لو صور كتيره جدا بالملايين ولا حاجه، هتقعد فتره طويله. طبعا انا ايه، فلما لو دخلت الصوره زي ما هي هتديني تايم، هتاخد وقت كبير جدا. فطبعا دي حاجه مش عمليه يعني، تمام. فانا بحتاج اعمل ايه؟ اعمل فيتشرز اخد هاير ليفل ريبريزنتيشنز. يعني ايه هاير ليفل ريبريزنتيشنز؟ ان انا اخد من الصوره دي، مش هدخلها كلها، هاخد منها شويه ارقام مميزين لهذه الصوره، بحيث ان هذه الارقام، تمام، يعني بدل ما مثلا هاخد مثلا 1000 بيكسل، لا هاخد مثلا 10 بس، 10 مثلا فيتشر اولاني مثلا اكس 1 اكس 2 اكس 3 لحد اكس 10. اكس 1 ده ممكن يكون مثلا 1 2 3 اي حاجه، اخد 10 ارقام، بحيث ان الارقام دول ما ينفعش يكونوا غير للصوره دي، تمام. فبالتالي هوفر تايم وهوفر وقت. طب انا عندي الفيتشرز دي، عندي نوعين من الفيتشرز اللي انا هاخدها دي. فيتشرز بتديسكرايب الكونتنت، يعني الصوره دي جواها ايه، وفي فيتشرز بتديسكرايب الشيب، الشكل. يبقى انا عندي ايه نوعين من الفيتشرز، نوع الاولاني بيديسكرايب الكونتنت، النوع الثاني بيديسكرايب الشيب. طيب تعالوا ناخد النوع الاولاني اللي هو بيديسكرايب الكونتنت اوف اوبجكتس. طبعا الاوبجكتس ممكن يكون مثلا ورم، ده اوبجكت، عضو في جسم الانسان، خليه الاوبجكت.
الورم ده ممكن اخد ارقام من تفاصيل والديتيلز اللي جوه الورم ده، وممكن اخد الشيب الشكل بس بتاع الورم. تمام، احنا دلوقتي هناخد الكونتنتس. الكونتنتس دي زي ايه؟ زي الفيتشرز اللي بتعتمد على الهيستوجرام. يعني احسب الهيستوجرام الاول وبعد كده منه احسب بقى زي ايه، زي الفيتشر، زي المين، زي الستاندرد ديفيجن، زي الكونتراست، زي الانتروبي، زي المومنتس. تمام، طبعا الكالر ممكن نعتبره فيتشر، اللي هو لون بيكسل فاليو نفسه. دي كلها فيتشرز بتعتمد على الايه، على الكونتنتس. تمام، يعني احسب الهيستوجرام واحسب المين بتاع الهيستوجرام، ادي اول فيتشر. الفيتشرز الثاني البيكسل فاليو، الفيتشرز الثالث الستاندرد ديفيشن مثلا، ممكن احسب طبعا المين البيكسل فاليو. يعني ايه المين هنا؟ الكالر هنا مش يعني مش هخلي الفيتشر هو البيكسل فاليو، ما هو والا كنت انا كده هاخد الصوره كلها. لا، يعني البيكسل فاليو ده بتحسب المتوسط بتاع الكالر، يعني الافريج بتاع البيكسل فاليوز. الافريج بتاع البيكسل فاليوز هو الايه، المين. تمام، يعني احسب المين، اجيب الافريج بتاع البيكسلز يعني، او الستاندرد ديفيجن. بعد كده ايه، الصوره بدل ما كنت ادخلها كلها هاخد منها كام رقم؟ ادي 1 2 3 4 5 6، التيكتشر 6 ارقام. تمام، بدل ما كنت ادخلها كلها. طيب، النوع الثاني من الفيتشرز اللي هو بيديسكرايب الاوبجكت شيب، الشكل، زي ايه؟ زي الاريا، المساحه، ايه، زي المحيط اللي هو البريمتر، في زي حاجه اسمها سيركولاريتي. والسيركولاريتي خلي بالكم في مجال الطب مهم جدا، لان معظم الاورام شكلها دائري، فعشان كل ما كان دائري كل ما كان متوقع او مرشح انه يكون ورم. دلوقتي معادله السيركولاريتي ايه، اللي هي 4 باي اي على بي تربيع، 4 باي في الاريا على المحيط على مربع. طبعا كل قيمه بتطلع من السيركولاريتي دي بتقول لي الشكل ده دائري بنسبه كام. طب السكيلتون اللي هو الايه، الشكل عامل زي اللي هو العمود الفقري بتاع الاوبجكت، الميديال اكسس ترانسفورم، حاجه اسمها اليورال نمبر. اليورال نمبر هو بيساوي number of connected components minus number of holes، يعني number of connected components minus ال holes، number of holes، number of holes، الحفر، number of holes. تمام، ده number of connected components minus number of holes، بيديني حاجة اسمها الايرور number. حاجه اللي اسمها statistical moments، ودي ليها معادله بتتحسب على الباوندر اوف اريا. ده شكل السكيلتون العمود الفقري. يعني مثلا الجمل ده لو انا خدت منه البكسل البوينت دي والبوينت دي والبوينت دي بهذا الشكل بالظبط، انا كده ايه، عملت شكل مميز مش هيكون غير لايه، للجمل. فالارقام دي هي اللي هتدخل عندي، ما اماكن الارقام دي وقيمها هي اللي هتدخل عندي مميزه لايه، لهذا الجمل، بدل ما ادخل كل نقاط الجمل ادخل النقاط دي فقط، ودي تكون مميزه لهذا الجمل. طيب، في بعض المصطلحات كده في الفيتشر اكستراكشن عايزين ناخد بالنا منهم. يعني لما يقول لك ريبريزنتيشن، فيتشر ريبريزنتيشن، دي معناها ايه؟ means that we make the object information more accessible for computer interpretation. يعني انا عايز information من الاوبجكت تكون الكمبيوتر يفهمها. تمام، a description بقى معناه ايه؟ means that we quantify our representation. يعني ال information دي هعمل لها quantifying، يعني اديها قيم محدده. feature extraction دي الخطوه اللي بعد كده، ان انا the process by which، اللي هي الطريقه اللي هي بيها certain features of interest within the image are detected. ان انا بديتكت شويه فيش، اطلع فيتشرز معينه زي اللي احنا عملناهم، سواء كان بالكونتنت او بالشيب، اطلع شويه فيتشرز معينه عشان يعملوا ريبريزنتيشن للايه، للصوره، وعشان ايه، استخدمهم في فرضر بروسيسنج، في بروسيسنج بعد كده. تمام،
فهو انا بيقول لك ان الفيتشر اكستراكشن والبرزنتيشن بيحولوا الصوره لايه؟ لبيتر ريبريزنتيشنز للبرزنتيشنز ذات بيتر ديسكرايب ذا مين فيتشرز اند. طيب اشمعنى بنستخدم الفيتشرز؟ بنستخدم في ايه؟ في عمليات ايه؟ عمليه اللي هي كلاسيفيكيشن اللي هي التشخيص الدايجنوزيس التشخيص. بعمل ايه؟ انفولز كلاسيفاينج الفيتشرز انتو سبيسيفيك كلاسز، بصنف الفيتشرز ليه كلاسز. انت كلاس ايه بقى؟ كلاس ده مثلا هنفترض ان في ورم ريجون، منطقه فيها ورم لمنطقه البريست في عضو البريست. طيب الورم ده ممكن يكون غده ليمفاويه، ممكن يكون ورم حميد، ممكن يكون كانسر. تمام؟ يعني يكون ورم عادي او غده ليمفاويه، ممكن يكون فهو يبقى ده هيبقى كلاس سي 1، وده هيبقى كلاس سي 2، وده هيبقى ايه؟ كلاس سي 3. تمام؟ فانا شويه الارقام لو دخلوا دول بتاعت الصوره دي، دخل لي مثلا 10 ارقام اكس 1 اكس 1 اكس 2 لحد اكس 10. فاذا جولك ال 10 ارقام دول، دي عمليه التصنيف بقى. اذا جالك ال 10 ارقام دول، ده معناه ان انت كلاس سي 1. دي عامل تدريب لان بنتكلم عنها في المجال. طب لو جالك 10 تانيين شبههم برضه ده سي 1. لو جالك 10 شبههم برضه ده سي 1. طب لو جالك 10 مختلفين اكس 1 واكس 2 مش عارف ايه لحد اكس ان لحد اكس 10، 10 مختلفين دول تابع مثلا تقول ده سي 2، ان جالك شبههم ده سي 2 وهكذا. فانا ممكن احط مثلا 1000 2000 3000 مليون ريكورد سي 1، مليون ريكورد سي 2، مليون ريكورد بتاع سي 3، واخلي المكنه تتعلم. ده الماشين ليرنينج يفضل يتعلم، بحيث لو جه واحد جديد بقى اكس 1 لحد اكس 10 جديد بقى خلاص غير اللي اتعلم، عايز بقى اعرف ايه واتعلم بقى. دخلت له مثلا 1000 تبع كلاس سي 1 وقلت له دول لو جالك دول شبه ال 1000 دول، دول صنفهم سي 1، لو جالك شبه ال 1000 دول دول سي 2، ده ال 1000 دول سي 3. جه واحد جديد دلوقتي هو يشوف هي شبه انهي واحد في الثلاثه كاتيجوريز دول، فهيشوف هو تبع انهي كلاس ويقول لا ده الجديد ده تبع مثلا سي 1، ده سبع ده قريب من سي 2، ده قريب من سي 3. تمام؟ دي عمليه التشخيص. ده عمليه الفيتشرز دي بتستخدم في التشخيص، ان انا بريدك بعمل حاجه اسمها فيتشر اكستراكشن عشان ادخلها على كلاسيفاير ويشخص، او برضو بستخدمها حاجه اسمها راديشن ثيرابي او ثيرابي، ده مصطلح طبي اللي هو العلاج الاشعاعي. عارفين انتوا اللي هو الناس اللي بتاخد كيماوي والكلام ده كله. فطبعا ده مهم جدا ان نعرف الفيتشرز وحدود الفيتشرز بتاعه الاوبجكت اللي هياخد هذا الكيماوي. حاجه اسمها المالتي موداليتي ريجستريشن، ان انا بعمل ريجستريشن لصور معينه، بشوف بقارن صور معينه بطابقها ببعض، فعشان اطابقها بشوف ايه المشترك هنا وايه المشترك هنا، فباخد فيتشرز من هنا وفيتشرز من هنا. طب ايه خصائص الفيتشرز دي اللي انا المفروض اطلعها؟ اولا يكون روبوست، يكون قوي. تمام؟ يعني ايه يكون قوي؟ يعني المفروض ما بيتاثرش بالترانسليشن. يعني انا لو نقلت الاوبجكت من مكانه وطلعت الارقام هتطلع لي نفس الارقام، ما بيتاثرش. بالاورينتيشن لو لفيت الاوبجكت برضه ما يتاثرش، الاوبجكت يكون قوي ومميز حتى لو لفيت الاوبجكت. سكيل صغرته او كبرته ما يتاثرش. الاليمينيشن ما يتاثرش بالضوء. تمام؟ النويز ما يتاثرش بالنويز. يكون ديسكريمينيتنج، يكون مميز او محدد. بمعنى ايه بقى؟ The range of values of objects in different classes should be different. طبعا يعني تكون الارقام اللي هي موجوده كل فيتشر تكون مختلفه لكل كلاس، مختلفه عن الثاني، والا كده هيحصل اوفرلابنج. يعني هيبقى في فيتشرز هو مش هيعرف يدخلها تبع الكلاس ده ولا الكلاس ده، فلازم يكون الفيتشر مميز. يقول لك لا الفيتشر ده لازم يكون ده تبع سي 1، والفيتشر ده لا لازم يكون تبع سي 2 وهكذا. ريلايبل يعتمد عليه. يعني ايه يعتمد عليه؟ يعني كل الفيتشرز اللي تبع كلاس معين تكون شبه بعض. طيب اندبندنت، يعني ايه اندبندنت؟ يعني ما ينفعش اقول مثلا اكس 1 الفيتشر الاولاني واكس 2 الفيتشر الثاني، واكس 1 واكس 2 بيعتمدوا على بعض.
اما اخد منهم اكس واحده وخلاص. يعني على سبيل المثال اللينس والاريا، طب ما الاريا اصلا بتتحسب باللينس. يعني لو مربع الاريا هي عباره عن ايه؟ لينس تربيع تقريبا، الطول في العرض. وانا ما انا ليه اخد لينس؟ طب ما انا ما اخد يعني ليه احط اكس واحد لينس واكس اثنين للاريا؟ طب ما اخد اريا وخلاص، لان اللينس داخل في معادله الاريا. تمام؟ طبعا يكون بقى سيمبل تو اكستراكت، ما يكونش ايه طريقه استخراجه معقده. احنا زي ما اتفقنا احنا بنعمل بنطلع فيتشر فيكتور عباره عن اكس واحد لحاجه اكس ان مميز لهذا الاوبجكت عشان نشوف هو تبع انهي كلاس، دبليو اي او سي اي. وهنا بيقول دبليو واحد اللي هو الكلاس سي واحد، يعني دبليو اثنين دبليو ثلاثه وهكذا. الفيتشرز دي تبع انهي واحد انهي كلاس. ممكن لو انا عندي ثلاثه فيتشرز وعايز ارسمهم بطريقه 3 دايمنشنال، يعني النقط دي تبع كلاس 1، النقط دي تبع كلاس 2، الفيتشرز دي مثلا فيتشر 2 برضه تبع كلاس 2 وهكذا. يعني الفيتشر 3 تبع كلاس 1 مثلا، فيتشر 2 تبع كلاس 2 وهكذا. تمام؟ حسب ان ايه النقاط دي وكل البوينتس اللي قصادها. يعني النقاط دي مميزه ايه؟ يعني برسم الفيتشرز بطريقه 3 دايمنشن. طيب انا عندي انواع الريبريزنتيشن، عندي ازاي اطلع الفيتشرز دول؟ يشتغل على الباوندري، اطلع ارقام من الباوندري من الكونتور، يعني من الايدجز بتاعت الاوبجكت، ما ادخلش في التفاصيل امشي على الحواف، يا اما ادخل في الريجون من جوه. تمام؟ طيب يبقى احنا عندي هنا انواع الريبريزنتيشن، يا اما باوندري ديسكريبشن ديسكريبتورز، طبعا الديسكريبتورز اللي هي الفيتشرز يعني. يعني هشتغل على الباوندري على الحواف بتاع الاوبجكت، او هشتغل على الريجونال ديسكريبتورز من جوه. الباوندري زي ايه؟ جيومتريكال ديسكريبتورز، حاجه شكل هندسي للديسكريبتورز بتميز الشكل الهندسي زي الدايمتر البريمتر السنتريسيتي الكيرفيتشر. تمام؟ القطر والمحيط والحاجات دي. شيب نمبرز، هنشوف ازاي بنحسب حاجه اسمها شيب نمبرز. فورير ديسكريبتورز ستاتستيكال مومنتس، يا اما هتشتغل على ريجون زي الليفل زي الجري ليفل والكالر، زي الاريا، زي الايرور نمبر، التيكتشر. التيكتشر يا جماعه هو الهيستوجرام، والهيستوجرام ده طبعا ممكن اطلع منه التيكتشر ده، ممكن اطلع منه فيتشرز كتير قوي، حاجه اسمها الهوموجينيتي وال حاجات كتير هناخدها ان شاء الله. يعني مومنتس اوف 2D فانكشنز، المومنتس برضه. طيب اول الجوريزم هناخده ان شاء الله في الباوند ديسكريبتور تكنيكس هو اللي اسمه كان مشهور جدا، اللي هو تشين كود. تشين كود الجوريزم ده الجوريزم بسيط وفي نفس الوقت قوي. طبعا ليه مميزاته وليه عيوبه. انا بمشي على الاوبجكت، بمشي عليه، طلع مثلا الاوبجكت ده يعني بدأ من هنا، مشيت يمين هحط رقم، طلعت لفوق هحط رقم، مشيت شمال هحط رقم، نزلت تحت هحط رقم، فانا هدي قيمه. مثلا مشيت يمين هدي مثلا زيرو، طلعت فوق هدي واحد، مشيت مثلا شمال هدي اثنين، مثلا نزلت تحت هدي ثلاثه، وافضل كده ماشي على الاوبجكت كده حواليه، ادي ارقام ارقام ارقام، هيديني شويه ارقام في الاخر، دول هم ده هو الايه التشين كود. تعالوا نشوف مثال. انا طبعا عندي نوعين من التشين كود، يا فور تشين كود، يا فور تشين كود، يا ايت تشين كود، يا ايه يا ايه يا ايت تشين كود. تمام؟ ايت تشين كود. طب الايت تشين كود انا لا يعني زي ما انتم شايفين كده، همشي يمين زيرو، هطلع لفوق واحد، همشي شمال 2، هنزل تحت 3. تعالوا نمشي على الاوبجكت ده، مثلا هبدا بستارت بوينت، مثلا ايه ولتكن دي الستارت بوينت بتاعتي. خلاص همشي يمين زيرو، يمين زيرو تاني اهي تحت، هطلع فوق ادي واحد، يمين زيرو يمين زيرو يمين زيرو، هنزل تحت ثلاثة اهو، تحت ثلاثة، هنزل تحت ثلاثة تحت ثلاثة، بعد كده همشي يمين زيرو يمين زيرو، هنزل تحت ثلاثة زيرو ثلاثة ثلاثة، همشي شمال اثنين، هنزل تحت ثلاثة، هنزل تحت ثلاثة، همشي شمال اثنين تحت ثلاثة، شمال اثنين تحت ثلاثة، شمال اثنين شمال اثنين، اطلع واحد وهكذا. ده لو همشي ايه؟ لو همشي
همشي 4 تشين كود. طب لو همشي 8 تشين كود او هبدا من النقطه دي، يبقى انا ايه يمين زيرو اهو، يمين زيرو تحت اهو، هطلع فوق اثنين من هنا تحت اهو، يمين زيرو يمين زيرو، هنزل دياجونال 7 اهو، ادي 7 دياجونال ماشي، هنزل تحت 6 ادي 6 تحت ماشي، هدخل يمين زيرو تمام، ادي يمين زيرو، يمين زيرو تاني ماشي، هنزل تحت 6 يمين زيرو تحت 6 دياجونال الناحية التانية 5 اهو، دياجونال الناحية دي هنا 5، هنا دياجونال الناحية اليمين 7 والناحية الشمال 5، دياجونال الناحية الشمال 5، هنزل تحت 0 هنزل تحت دياجونال 5 تمام، دياجونال هنا تحت، هنا المفروض هنا تحت ايه؟ تحت 6 6 لما 6 تحت تمام، بعد كده دياجونال 5 5 5 شمال 4 اطلع فوق 2 فوق 2 فوق 2 شمال 4 فوق 2 فوق 2 شمال 4 شمال 4 فوق 2 فوق 2 فوق 2 وهكذا. طيب تعالوا نشوف مثال تاني، هو على الاوبجكت ده امشي 0 امشي 0 شمال 0 شمال، انزل دياجونال 7 دياجونال 7 دياجونال الناحية التانية 5 شمال تحت 6 دياجونال 5 5 4 3 2 2 وهكذا، فهيديني ادي التشيك اهو 7، واسجل بقى حسب انا مشيت، مشيت 0 بعد كده 0 بعد كده 7 بعد كده 7 بعد كده 5 بعد كده 6 اي 7 0 0 7 7 5 6 لحد ده، دول شويه يبقى الشكل ده طلعت منه كام رقم، دول هم المميزين لهذا الشكل، الشكل ده طلعت منه كام رقم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، اللي احنا من هنا الزيرو الاولاني ده بنسميه اكس 1 مثلا او اف 1 او ان 1 اي حاجه، وهنا ده بنسميه اكس 2، اتفقنا ان هم اكس 3 وهكذا لحد اكس 15. طب ايه مميزات، ايه ميزه وعيب للتشين كود؟ ميزه التشين كود اللي هو بيحافظ على الانفورميشن بالظبط، بيوصف لك الاوبجكت بدقه، في كومبريشن الباوندري يعني بيضغط لك كل قيم الباوندري في ارقام قليله، يعني دي ار ترانسليشن انفاريانت، هو ما لوش علاقه بالترانسليشن، لو انت نقلت الاوبجكت هيديك نفس الايه القيمه، هو البروبلمز بتاعته انه احيانا التشين كودز ممكن تكون لونج، يعني ممكن يكون شكل فيه تفاصيل كتير قوي هيطلع لك تشين كود طويل. التشين كود نو انفاريانس يعني متغير مش ثابت مع الروتيشن والسكيل، يعني لو لفيت الاوبجكت او صغرت او كبرته هيدي لك قيم ثانيه مش هيديك نفس التشين كود. سنسيتيف تو نويز، لو في نويز هيدي لك تشين كود مختلف. هو بيقول لك ان انت علاج يعني مبدئي للقصه دي ان انت اشتغل على اللو ريزوليوشن قبل، يعني انت اعمل قلل الريزوليوشن بتاع الاوبجكت بتاعت الاوبجكت جامد، بحيث ان انت ايه قبل ما تعمل كالكوليشن للكود عشان ما تكبرش التشين كود بتاعك. طبعا ده هيعالج السامبلينج، ده هيعالج الناحيه الاولانيه دي البوينت الاولانيه دي، يعني انت لما تقلل الريزوليوشن هتقلل عدد البيكسلز وهتقلل التفاصيل وبالتالي هتقلل طول الايه التشين كود. المشكله الثانيه الكبيره بتاعت التشين كود ان هو بيديبند على الستارت بوينت، زي ما احنا شايفين هنا انا لو بدات بالنقطه دي هيديني تشين كود، لو بدات بالنقطه دي مثلا هيديني تشين كود مختلف خالص غير ده تمام، دي بوينت طبعا مهمه. السوليوشن بيقول لك بتستخدم حاجه اسمها سيركلر سيكونس تمام، او حاجه اسمها سيركلر شيفت، احنا هنعمل السيركلر شيفت ده في لما هنحسب حاجه دلوقتي اسمها الشيب نمبر، ان الشيب نمبر ده دي الخطوه ده التطور بتاع التشين كود، التشين كود بصورته الاولانيه ما عادش يعني بيستخدم، اللي بيستخدم اكتر ان انا بحسب حاجه اسمها الشيب نمبر، فعشان احسب الشيب نمبر ده لازم احسب التشين كود رقم واحد، ولازم احسب الفيرست ديفرنس رقم اثنين عشان اوصل لايه للشيب نمبر ده تمام.
طيب تعالوا نحسب الشير الفيرست ديفرنس اللي هو الشير نمبر. احنا عرفنا ازاي نحسب التشين كود. طب نحسب ازاي الفيرست ديفرنس ونحسب ازاي الشير نمبر. تعالوا مثلا في المثال اللي احنا خدناه ده، تعالوا في المثال ده هنشتغل 8 تشين كود. لو انا عايز احسب الشيب نمبر هنا لازم احسب، اتفقنا ليه الفيرست ديفرنس. الفيرست ديفرنس خلينا ناخد مثال المثال الاول. تعالوا هنا المثال ده اكزامبل، وهنا شغال على 4 تشين، تمام، اللي هو يمين 0 فوق 1 شمال 2 تحت 6. فحسب التشين كود بتاع الاوبجكت ده طلع التشين كود بتاعه اهو 0 0 0 3 2 3 2 1 2 1 اهو، هو ماشي اهو 0 0 0 نزل 3 2 نزل 3 2 1. طيب عايز احسب الفيرست ديفرنس الاول عشان احسب التشين نمبر، هاخد اول قيمه من التشين كود وهشتغل عكس عقارب الساعه، ماشي، يعني همشي كده اخد اول قيمه مع ايه؟ مع اخر قيمه. اقول عشان من الواحد اوصل للزيرو همشي كم نقطه؟ ادي الواحد. عشان اوصل للزيرو همشي ازاي؟ همشي اولا كده ادي واحد، هلف كام لفه؟ همشي اللفه الثانيه اثنين، همشي اللفه الثالثه كام؟ ثلاثه. يعني يبقى همشي الخطوه واحد، خطوه اثنين، خطوه ثلاثه. يبقى اذا هحط هنا ايه؟ اول قيمه ثلاثه. يبقى انا كده اول نقطه من اول رقم هنا باخد اخر رقم معاه. طب الرقم الثاني اخد بقى بعد كده كل واحد واللي وراه. طب من الزيرو للزيرو انا لسه واقف مكاني هتديني زيرو، ومن الزيرو للزيرو انا لسه واقف مكاني مش هروح مش هلف هتديني زيرو. طب من الزيرو لثلاثه هشوف همشي كام خطوه. ادي كده همشي الخطوه رقم واحد، الخطوه رقم اثنين، الخطوه رقم ثلاثه. يبقى اذا من زيرو لثلاثة همشي ايه؟ هيبقى ايه؟ هيبقى كام؟ هيبقى ثلاثة، تمام؟ طيب من ثلاثة لاثنين، من ثلاثة لاثنين ادي ثلاثة. احنا اتفقنا احنا بنلف كده، بنلف كده عكس عقارب الساعة بنلف كده. يبقى من ثلاثة لاثنين همشي كام خطوة؟ واحد اثنين ثلاثة، يبقى ثلاثة. طيب من اثنين لثلاثة، من اثنين لثلاثة واحد اهو، خطوة واحدة اهي، خطوة واحدة. يبقى اذا واحد. طيب من ثلاثة لاثنين احنا حسبناها بكده، من ثلاثة لاثنين همشي ادي كده واحد اثنين ثلاثة، يبقى ثلاثة. طيب من اثنين لواحد، اثنين لواحد اثنين همشي كده، احنا اتفقنا بنلف كده، يبقى من كده همشي كده ادي كده واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة برضه. طيب من واحد لاثنين، من واحد لاثنين مش كده واحد. طب من اثنين لواحد ثلاثة، ادي اثنين لواحد ادي كده واحد اثنين ثلاثة ثلاثة. ده الفيرست ديفرنس. طب الشيب نمبر يتحسب ازاي؟ بشوف اول اصغر رقم في الفيرست ديفرنس. بشوف اصغر رقم في الفيرست ديفرنس. طيب احنا كده حسبنا الفيرست ديفرنس اهو. اصغر رقم هنا كام؟ الزيرو، اول زيرو، اول اصغر رقم يقابلني من الشمال يمين، ادي كده الثلاثه مش اصغر رقم. فلقيت اول واحد هنا اصغر واحد زيرو، مش اصغر من زيرو بقى. فانا هاخد عندي الزيرو ده وهعمل سيركولار شيفت. فطبعا ايه؟ هاخد من اول الزيرو لحد الاخر هيبقى في الاول، من اول الزيرو لحد الثلاثه الاخيره دي اخر ثلاثه اهي هيتحط في الاول، واللي انا سبته ده هيجي في الاخر. يعني انا سبت شغل الثلاثه اهي، الثلاثه دي هتيجي ايه؟ هتيجي في الاخر. يعني من زيرو، من اول اصغر رقم لحد الاخر اتحط في الاول، وبعد كده اللي انا سيبته اتحط ايه بعد. هو ده الايه الشيب نمبر اللي بيستخدم كفيتشر فيكتور. تعالوا نشوف اكزامبل تاني. مثلا تعالوا نشوف هنا ادي التشين كود، احسب الفيرست ديفرنس ازاي. طب من اهو ادي اول حاجه زي ما اتفقنا النقطه الاولانيه دي هجيب الاخيره مع الاولانيه، من واحد لزيرو اهو، من واحد لزيرو، من واحد لزيرو همشي كام نقطة؟ دي من واحد لزيرو، من واحد لزيرو قد كده واحد اثنين
ثلاث خطوات اهو، واحد اثنين ثلاثة، احنا بنمشي عكس عقارب ايه الساعة، يعني من واحد لزيرو همشي ايه ثلاثة، ايه واحد لزيرو همشي ثلاثة، يبقى اذا انا احط اول واحد هنا ثلاثة، وبعد كده امشي بقى من زيرو لزيرو زيرو ماشي. طيب من زيرو لثلاثة، من زيرو لثلاثة دي واحد اثنين ثلاثة، يبقى ثلاثة ثلاثة. طيب من ثلاثة لثلاثة زيرو، طب من ثلاثة لاثنين، من ثلاثة لاثنين ادي ثلاثة، وادي الاثنين، هنمشي كده عكس عقارب الساعة دي، واحد اثنين ثلاثة، يبقى ثلاثة تمام. طيب من اثنين لاثنين، من اثنين لاثنين زيرو، انا لسه واقف مكاني. طب من اثنين لواحد، اثنين لواحد ادي كده واحد اثنين ثلاثة، اثنين لواحد ثلاثة. طيب من واحد لواحد زيرو، كده انا عملت حسبت ايه الفيس ديفرنس زي ما اتفقنا، اجيب الشيب نمبر ازاي، ادور على اصغر واحد من الشمال يقابلني هتلاقيني الصفر ده، فاذا الصفر ده هاخده واكمل كل اللي وراه، صفر ثلاثة صفر ثلاثة صفر ثلاثة صفر لحد هنا، وبعد كده اللي انا سيبته هيبقى ايه، هحطه هرص ورا بعضه في الاخر هيبقى كده تمام. طيب طبعا انا لو حبيت احسب الشيب نمبر، طبعا انا اشتغلت هنا على ايه، على الـ على الفور. طب لو عايز اشتغل على السيفن، في عندي نحسب المسار قبل ما ننهي بتاعت السيفن دي. طيب لو انا عندي ده التشين كود بتاعي وعايز احسب الفيرست ديفرنس، طبعا اول مره انا يعني اكتبهم جنب بعض عشان هنا زيرو زيرو سبعة سبعة خمسة ستة، خمسة ستة خمسة خمسة أربعة ثلاثة اثنين اثنين كام اثنين، بعد كده واحد اثنين وواحد اثنين اثنين واحد. أول مرة هعمل إيه بقى؟ هاخد الاتنين دي مع الزيرو ده تمام؟ طب الاتنين مع الزيرو يبقى أنا همشي من اتنين لزيرو، أدي عندي هنا أدي اتنين عايز ألف لحد زيرو، أدي كده همشي كام خطوة؟ أدي كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، يبقى من اتنين للزيرو ستة، أول حاجة في الفريست ديفرنس ستة. طب بعد كده هاخد كل واحدة ورا التانية، من زيرو لزيرو أنا زي ما أنا زيرو من غير. طب من زيرو لسبعة، عندي زيرو لحد سبعة كده امشي كده واحد، انا امشي انتي انا لازم امشي كده انتي كلو كويس كده، من زيرو لسبعة كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يبقى سبعة. من سبعة لسبعة زيرو، طب من سبعة لخمسة ادي سبعة لخمسة كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يبقى ستة ستة. طب من خمسة لستة، عارفين الخمسة أدي الخمسة أهي، وأنا بمشي كده خمسة لستة واحد واحد وهكذا يا شيخ تمام، زي بالظبط ما عملنا. بعد كده بعد ما نخلص بناخد نشوف أصغر واحد قبلنا هيكون الزيرو ده، هحط كل اللي وراه، بعد كده الستة الستة دي هتجي إيه في الآخر. إن شاء الله يكون يعني فهمتوا الألجوريزم كويس. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.